الشوط الثامن الخاصة بفئة القعدان لذراع المهجنات على صايل من مسافة 6 كيلومترات. هي المسافة الخاصة بهذا السن، سن الإجداع، سن المتعة والإبداع. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، نتابع الصدارة والمركز الأول والتحديات الأولى. المركز الأول شمرد الغالب بن راشد، بن غالب بن راشد المنصوري يصل على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني ثاني التحديات والانطلاقات شاهين محمد بن راشد بالهول المهيري من يصل على المركز الثاني. المركز الثالث الحذر للسيد محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي من يصل على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد على رابع التحديات الزعيم مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي. والمركز الخامس وتابع هنالك الوصول والانطلاق من الشبل احمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري. والمركز السادس شاهين محمد علي بن محمد بن البحري بن نوبي العامري. والمركز السابع من ينطلق هنا شاهين مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري. والمركز التاسع من الجانب الايمن بدا يتقدم شاهين محمد بن علي بن فلاح الاحبابي، وصل هنا على المركز الثامن. والمركز التاسع بدا يتقدم وينطلق مشوش عبد الله بن حميد بن خلفان النعيمي. والمركز العاشر وهاج محمد بن خميس بن خلفان الشامسي وصل على المركز العاشر. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى التي تاتي في ندائنا الاول وفي انطلاقات هذا الشوط الاولى المميزه هنا في ميدان الوثبه في عاصمه ميادين السباق. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول والى التحديات الاولى والصداره هنالك على المقدمه والانطلاق الاول. التواجد مع الحذر محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي، ومن الجانب الايمن ينطلق هنالك شاهين محمد بن راشد بالهول المهيري يتواجد على المركز الثاني. من الجانب الايمن يتسلل الى مقدمه الشوط شعار بالهول المهيري محمد بن راشد بالهول المهيري مع انطلاق شاهين. المركز الثاني الحذر محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. والمركز الثالث وصل شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري على المركز الثالث. ثلاثة أسماء مميزة، ثلاثة شعارات بدأت بالانطلاق على مقدمة الشوط وفي التحديات الأولى. المركز الرابع الزعيم القادم بشعار مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي على المركز الرابع. والمركز الخامس شاهين مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصور يتواصل هنا مع هذا الانطلاق المميز على المركز الخامس. والمركز السادس وهاج محمد بن خميس وخلفان الشامسي يتواصل هنا سادسا. وسابع المراكز من الجانب الايمن يتواجد شعار الكليلي مع الشبل احمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري. وصل شعار الكليلي يتقدم الان على المركز السابع. والمركز الثامن سراح ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي وصل ابناء السلطنه بدا يتقدمون هنا مع هذا الانطلاق المميز. والمركز التاسع الانطلاق هنالك مع شاهين سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. والمركز العاشر يصل هنالك الفارس مبارك بن سيف بن ساري الاكتبي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء والعشرة المراكز الأولى في ندائنا الثاني لهذه التحديات ولهذه الانطلاقات المميزة. عودتنا إلى الصدارة وإلى المقدمة والى التحديات الاولى. هنالك من يتواجد على الصداره والمقدمه شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري بدا بالانطلاق شعار بالبحري على المركز الاول وعلى التحديات الاولى. بدا يسيطر على مقدمه الشوط وبدا هنا يتربع على عرش الصداره وعرش المقدمه شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري. المركز الثاني الحذر محمد بن
سعيد بن علي بن عمر الشامسي يتواصل هنا على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين محمد بن راشد بن هول المهيري وصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري، وايضا القادم على المركز الخامس وهاج محمد بن خميس بن خلفان الشامسي، والمركز السادس هنالك من بدا يتقدم وينطلق الفارس مبارك بن سيف بن ساري الكتبي، وايضا الوصول والانطلاق هنالك من الجانب الايمن مع انطلاق الزعيم مصبح بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي القادم مع هذه التحديات المميزه. اكتفي بهذا القدر واعود الى مقدمه الشوط كيلو ونصف ما يفصلنا عن خط النهاية عن الناموس عن الفوز والانتصار والسيطرة والانطلاق مع شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري من يتواجد على الصدارة وعلى المقدمة يقود هذه المسيرة قيادة موفقة وسليمة على المركز الأول شعار بن نوبي علي بن محمد بن البحري بن نوبي العامري على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. المركز الثاني وصلت الشعارات وصلت الأسماء ووصل لطيف علي بن سعيد بن علي الزرعي أيضا أبناء السلطنة القادمين هنا على المركز الثاني، وتابع شعار الزرعي علي بن سعيد بن علي الزرعي بالسعودي بدأ يتقدم الآن على المركز الثاني. والمركز الثالث هنالك شاهين مبارك بن ناصر بن راشد بن مانع المنصوري على المركز الرابع. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى التحديات الأولى، إلى الانطلاقات المميزة على الصدارة وشعار بن نوبي على المركز الأول محلقا في سماء الوثبة وسماء الإبداع. يتواجد هنالك شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري الأقرب إلى الناموس الأقرب إلى الفوز والانتصار. بدأ بالانطلاق المركز الثاني لطيف علي بن سعيد بن علي الزرعي يصل على المركز الثاني، أبناء السلطنة القادمين على ثاني التحديات. ولكن المقدمة الصدارة الأولى، جولة التحديات جولة الأوامر. شاهين سيد علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري العامري على مقدمة الشوط. فايل بن سالم الغيلاني من يتابع هذا الانطلاق بسم الله ما شاء الله، بدأ هنا بالاندفاع إلى الخط النهاية إلى الناموس إلى الفوز والانتصار. شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري سلام على هذا الأداء المميز، وسلام لك يا فايل يا الغيلاني. بينما المركز الثاني المركز الثاني شاهين سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيري، المركز الثالث وصل الفارس مبارك بن سيف بن ساري الكتبي، المركز الرابع شعار الكليلي على المركز الرابع الشبل احمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري، المركز الخامس الوصول مع انطلاق الحريش مهدي بن علي بن محمد الربيعي. هذه النتيجه، نعود بالتوقيت الزمني لحظات وصول شاهين على المركز الأول علي بن محمد البحري بن النوبي العامري 9:19 سبعة أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل على ثاني التحديات شاهين سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، قطع المسافة شاهين 6 كيلومترات في توقيت زمن 9 دقائق. لحظات الوصول كما تشاهدون شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 28 ثانية 3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث الفارس مبارك بن سيف بن ساري الكتبي، التوقيت 9 دقائق 28 ثانية 5 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل مكان، شكرا زميل ياسر الضيوفي العطوي، نتواصل مشاهدينا من خلال هذا الشوط الذي امامكم.